المسيرة الشعبية التنديدية بكل الحملات المغرضة ضد المملكة. نواصل الاستماع إلى آراء الكثير من الفعاليات الحاضرة هذا اليوم في هذه المسيرة، وإن تنضم إلينا فعاليات جديدة تمثل الجالية المغربية في الخارج تحديدا في فرنسا. الاسم سيدي ربيع، ربيع الفاطمي. سي ربيع، أنت مهاجر مغربي في فرنسا، كيف تلقى المغاربة في فرنسا وعبر ذلك في الخارج هذه الحملة التي استهدفت المملكة هذه الأيام؟ نعم، هي استهدفت كل شيء، المغاربة اللي ساكنين في الخارج وكل شيء مهتمين بالتضامن مع هذه المسيرة اللي دايرين الناس كلها مع الجزائر. أول حاجة بغيت نقول بأن الجزائر حنا مكري فيها مستعمار، حنا حاربنا من جهتهم ودافعنا عليهم، وكنا تنمشي للمخيم مكري كان ولادهم تا هما تيخيموا معنا، وكنا تنغنيو الأغاني ديالهم تندافعوا عليهم. والأكثرية هاد الناس اللي هما تيحكموا الجزائر بأن تا هما قراو في المغرب وكانوا يسكنوا في المغرب، بأن هاد الناس نساو الخير ديالنا. وثانيا ما عمرنا ما نساو نهار اللي وقع معاهم الحرب 62، بأن هادوك الناس شدوا ولادنا وكل شيء اللي كانوا ليه شدوا مخرجوهم وداروا ليهم القياطن برا وبركهم برا وتعدوا عليهم وكل شيء. سي ربيع، كيفاش شفت الأحداث ديال العيون ومقتل عدد من قوات الأمن العمومي في هذيك الأحداث؟ شي ضرني في القلب ديالي بزاف من شفت أنا هادشي، لاخاطش هاد الناس حنا ديما معاونين الدول كل شيء، وديما اللي عندنا تنعطيه، وديما واقفين مع أي بلد عربي، ما عمرنا ما ضرينا شي واحد ولا شي حاجة. بغينا هاد الناس يخنيونا عليهم، ما درنا لهم والو، غير تفكروا الخير ديالنا حنا داير معاهم، وتفكروا الخضار والفواكه اللي حنا تنعطيهم، وداك الشيء اللي فهمتي. والمغاربة كلهم اليوم برا متضامنين مع المغرب، لحقاش مغاربة والدم ديالهم، وحنا المغاربة والصحراء بحال يد واحدة، إلا حيدتي لي الصبع ديالي ما غاديش نبغي، فهمتي؟ حنا داك الشيء بحال اليد اللي متضامنين، ما عمر يمكن تحيد لي الصبع ديالي. شكرا سي ربيع. إذا تنضم إلينا أيضا فعاليات أخرى من الأقاليم الجنوبية، تنضم إلينا فاطمة الزعمة احدى الفاعلات الجمعويات ممثلة جهة قلمين سمارة تحديدا مدينة طنطان. فاطمة، كيف شفتي اليوم هذا التعبير الشعبي والرسمي اللي يؤكد مغربية الصحراء؟ هذه المسيرة جاوها من جميع الاقاليم الجنوبية ومفرحانين لهذه المسيرة، وهذه المسيرة كتبين على ان الصحراء مغربية، وكتبين على ان الاعلام الاسباني والجزائري على ان داك الشيء كل شيء اللي انشر على الصحراء ما هو الا زيف وكذب، وعلى ان الصحراويين يطالبوا مطالب اجتماعية وليست انفصالية، واللي عدل هذه الفوضى والبلبلة هم مجموعة من المرتزقين جايين من كوبا ومن الجزائر، وحنا اليوم كشعب صحراوي كنندوا بهذا الشيء اللي عدلوا كامل، وكنقولوا للجزائر والاسبان والحزب الشعبي على اننا مغاربه ومثبتين بصحرانا، وما يقد حد يقول على ان الصحراء ما هي مغربيه، وعلى ان اخواننا الصحراء ايضا في مخيمات تيندوف راهم بغاو يجوا ولكن ما لقاو الطريقه باش يجوا، وعلى ان الصحراء مغربيه. وشكرا. فاطمه، انت جيتي من طنطان، كيفاش استقبلوا الناس في الصحراء ذي الاعمال اللي ليست لها اي رابطه بالصحراويين؟ الحمد لله جينا هون من مدينة طنطان، جينا ما يزيد عن 14 كار، جينا من مدينة طنطان وجينا وكان استقبال زين، كان عندنا استقبال زين مع اخواننا بالاقاليم الشمال والجنوب الشمال والشرق، ولقينا حفاوة الاستقبال من جميع اخواننا، وحنا رانا واحد مغرب واحد من طنجة الى القويرة. غير شنو الطريقة اللي تلقاو بها؟